بحديثك عن الوزير نختم بهذا السؤال فيصل، لربما كثير من الناس طلعوا عليه مؤخرا قضية مشروع فيلم سينمائي لليوتيوبرز. احنا نعرفوا انه يوسف بعلوج ايضا هو مشرف على موقع مهم يتعلق باليوتيوبرز العربي، وهو اللي وراء مشروع مهم يتعلق بفيلم سينمائي يشارك فيه كثير من اليوتيوبرز برعاية من وزارة الثقافة. وكان وزير الثقافة صرح مؤخرا انه صالح أوغروت راح يكون في هذا العمل، لكن صالح أوغروت خلال منابر إعلامية كثيرة منها الشروق قال باللي أنا يا ما نشرح نتعامل مع هذا العمل لأنه فيه ناس ما نعرفهمش، خصوصا ريفكا هذا الظاهرة الإعلامية اللي يقدر مؤخرا أنه يلقى نفسه مكان في الإعلام الجزائري وفي فيلم اليوتيوبرز الجزائري. تعطينا آخر المستجدات حول هذا الموضوع يوسف بعلوج، وش مصير الفيلم، وش علاقة ريفكا بالفيلم، وش علاقة صالح أوغروت بريفكا؟ انا نعطيك الامر باختصار بعجاله. نعم بعجاله. الفيلم هذا المشروع بدا في 2016. اول لقاء يعني بين الوزير ومجموعه اليوتيوبر هذو كان في فيفري 2016. سيناريو تحط نسخه يعني اللي تمدت لجنه القراءه تمدت في افريل 2017، يعني كان عندنا اكثر من عام ونصف عمل مش حطينا النسخه الاولى تاع السيناريو. بعدها لما خلاص يعني اللجنه اجتمعت وكان مفترض انه يعني نتحصل على الموافقه باش نديروا ندوه صحفيه ونعلنوا على الموضوع، اتصل الوزير ب صالح أوغروت وانا كنت حاضر، والمخرج يحيى مزاحم اللي ويالي الغرابه لما صويلح يصرح يقول واحد المخرج كانه ما يعرفوش، وهذا عيب، عيب كبير لما تكون انت مشتغل مع مخرج في اكثر من عمل بعد تقول واحد المخرج، هذه حكايه اخرى. حكى معاه قال له انه راح نعملوا ندوه صحفيه السنه الجايه باش تكون حاضر، قال له اوكي. كلمنا حنايا باش نتفقوا على الندوه الصحفيه، قال له انا مش حاضر هنايا، مش في العاصمه، انا في البليده، كي ندخل نكلمك. انه هو على اساس انه هو يعاود يكلم المخرج يحيى مزاحم. الذي حدث انه الوزير سبق في التصريحات وقال انه معنا فلان. يعني خطأ من الوزير؟ أنا ما نقولش خطأ، وإنما كان اتفاق شفهي. شوف أنا جايك في التفصيل المهم اللي نعم اللي كان جوج تفاصيل مهمة أنا كنت متحفظ ما كنتش حاب نحكي، لكن بما أنه تصريحات الفنان صالح أوغروت تتكررت أكثر من مرة أنا الآن ملزم بالتوضيح. أنا كنت متحفظ إلى غاية الندوة الصحفية، لكن الآن راح نخرج من واجب التحفظ، لأنه أولا التصريحات ما كانتش لائقة، ما تليق لا بفنان كبير لا بشخص بينك وبينه اتفاق. التفصيلين المهمين اللي في الحكايه هذه اللي الناس ما كانش على بالهم بهم، حتى بعض المواقع حكات وانا والله ما رديت يعني. اول حاجه هذاك الاتصال اللي كان قبل الندوه الصحفيه ما كانش اول اتصال. صالح أوغروت اتفق معاه الوزير قبل سنتين لما بدا المشروع، وكان على باله بلي راح يكون ضيف شرف بين قوسين مع مجموعه من الشباب، يعني ما كانش عنده اعتراض على الفكره، على عكس ما حاول انه يروج له بصوره او باخرى. هذا النقطة الأولى. علاش غير رأيه؟ علاش غير رأيه؟ لا أدري، أنا جاي أنا ما نقدرش نجاوب في بلاصتو، أنا جاي نعطيك المعطيات اللي عندي وبكل بساطة. النقطة الثانية أنه هو حكى للسيناريو، لكن ما حكاش أنه ما قراش السيناريو. وهذا الشيء أنا فتح باب هجوم عليا مجاني، أنه الناس ولات تقول أنه قرا السيناريو ما عجبوش. هو ما قراش السيناريو بكل بساطة، احنا كنا متفقين مع أنه نسلموه السيناريو، وكنا رافضين أنه نمدوا السيناريو لأي شخص إلا لما اللجنة توافق، لأنه اللجنة أحيانا تكون عندها تحفظات تطلب منك تغييرها، فما تقدرش تمد له سيناريو من بعد يتغير. هذا هو الشيء اللي حدث، أنه هو صرح، حقه أنه يرفض، من حق أي واحد، وحتى يعني فيه ناس كانوا بداوا معنا ومن بعد ما تفاهمناش راحوا، وبهذه الصيغة جا ريفكا. بهذه الصيغة جا ريفكا، كان عندنا دور لواحد من اليوتيوبر المشهورين في الجزائر، ما اتفقناش معاه، راح الحال سبيله بالتوفيق. شكون هو؟ ما نقولش اسمه. انا ما نتصرفش باسماء الناس ما اتفقتش معها، انا نتصرف فقط باللي اتفقت معها. هو نفس الكاركتر تاع ريفكا، يعني في, في 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 نفس الشخصيه تاعو، فجبنا هذا ريفكا بكل بساطه. مراد؟ لا مش مراد. مش مراد ومش راح نقول لك الاسم. راح زين. مع العلم انه مراد اصبح خارج المعادله يعني. يعني هو لا لا مش هو، لا مش هو. هو واحد من الناس اللي اصبح. شنو هو موضوع الفيلم يوسف؟ لانه ما بقاش معنا وقت كثير. في عجاله فهذه يعني ما قدرتش نمد موضوع الفيلم انه عجاله، قلت لك انه نوضحوا انه انا تاسفت بزاف، والله تاسفت
للاسف مش شفنا انه صالح عقروت قال بلي شكون هذا ريفكا باش يجي مثل معايا. لا لا هو هو مش قال شكون هذا ريفكا. هو هو حر انه 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 يعتبر انه اللي مش مستواه ولا هذا حر. هو حر انه اي واحد حقه يرفض، لكن الطريقه اللي حكى بها ما كانش الطريقه تليق بفنان كبير، انه ما يقول ليش ما نعرفش ريفكا. يا جماعه الخير الشعب الجزائري كاع يعرفوا دوك يولوا له تصويره يقول لهم هذا عيب. مش هذه الصورة. حتى لو ترفض انت انك تمثل مع واحد جان صغير، مش هذه هي الطريقة. يعطيك الصحة يوسف.